برضو بالحديث عن تركيا، آخر تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان عن نقل المرتزقة السوريين لليبيا. الموضوع ده اتكلمنا فيه كتير، بس الجديد اللي فيه انه تركيا ضحكت عليهم، ضحكت على ناس كتير منهم وقالت لهم انتوا هتطلعوا من سوريا تروحوا على تركيا، ومن تركيا هتاخدوا بعضكم وتطلعوا على قطر، مش عشان ليبيا، مش على ليبيا، انتوا رايحين قطر عشان تحموا المنشآت القطرية اللي هناك. فقال لك يا سلام، الدنانير وصلت. وهم في الطريق التعليمات اتغيرت، فالمرصد السوري بيقول ان المخابرات التركي خدعت على الاقل 120 واحد من الفصائل السورية الموالية ليهم، واتفقت معاهم على حماية مؤسسات مدنية في قطر، لكن لما خرجوا من عفرين اكتشفوا ان وجهتهم ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق في طرابلس. يعني الاتراك بيضحكوا على كل الناس، حتى المرتزقة بيودوهم ليبيا وهم فاكرين نفسهم ان هم رايحين على الخليج شهداء بالملايين.